أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نشر في موقع القدس العربي وفد حكومي يحقق في حادثة مقتل عناصر من الحشد ومنشورات طائفية تحرض على العنف. ونطالع في موقع العربي 21 العبادي لن نسمح للناتو باستغلال أراضي العراق ضد إيران. وفي المدى جولة تفاوضية لحسم الخلافات بين بغداد وأربيل قريبا. أما نقرأ في العربي الجديد، النظام السوري يواصل المجازر، أكثر من 165 قتيلا بالغوطة خلال 24 ساعة. أما موقع الهيئة، هيئة علماء المسلمين تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الإبادة التي تتعرض لها الغوطة الشرقية. وفي الحياة، ضربات تركية تتصدى لميليشيات النظام السوري في عفرين. أما في صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ، الخارجية الأمريكية: الكوريون الشماليون ألغوا لقاء مع بنس في اللحظة الأخيرة. قفزت بعض القوى السياسية في العراق إلى الظلام والمجهول، مع احتمال وارد جدا أنها دخلت في مرحلة هذيان مشروع بعد أن صفعها علي أكبر ولاية مستشار المرشد علي خامنئي على وجهها بعد تصريحاته بأن طهران لن تسمح بعودة الشيوعيين والليبراليين إلى الحكم. حمد الجيلاني يقول في صحيفة العرب اللندنية أن ما يثير غضب الباهت والساطع على تهديد ولايته وحرصه على ترشيد الانتخابات بمصالح الأحزاب الإيرانية هي ردود الأفعال من شخصيات متعددة التوجهات بما يشبه الانتفاضة على انتهاك حرمة الدستور العراقي ونظامه الديمقراطي. لماذا تثير ردود الأفعال الغضب أكثر من فصاحة المشروع الإيراني في العراق والمنطقة والصادر من أرض سفارة إيران في بغداد؟ ذلك لأن ردود الأفعال تتعكز على رفض التدخل في الشأن العراقي الداخلي، بل إن عددا من البرلمانيين ذهب إلى استهجان ما قاله ولايتي حد الشتيمة، عندما يقول ولايتي إن بلاده لن تسمح فهو صادق فيما يقول، وما يثني على صدقه هو واقع الحال في العراق. إن في السياسة أو في الاقتصاد أو في المدن المدمرة وكذلك الدور الميليشياوي للحرس الثوري في الانتخابات المقبلة بعد دوره في الانتهاكات وتنفيذ أوامر المرشد باعتبار العراق ودماء شعبه دون استثناء جبهة متقدمة للدفاع عن الأمن الإيراني. لا يحق لمن تعاون مع سلطة الاحتلالين أن ينتفض على تصريحات ولايتي، والأدهى أن يتباكى هؤلاء على الدستور أو على أحزاب العراق والاستقلال والسيادة. معنى ذلك أنهم مصابون بالإغماء، لأنهم بمعنى آخر يباركون استقلال وسيادة العراق في 15 سنة الماضية، رغم علمهم بتابعية الحكومات لإرادة الأجنبي ومخططات استباحة الإرهاب للعراق وخطاب الكراهية المعلن من قادة المشروع الإيراني في العراق. الكاتب يرى أن سقوط الساقطين لا جديد فيه، وسكوتهم في حضور جبهة من قبل علي أكبر ولايتي هو سكوت ينسجم من جهة مع حيائهم من طروحات ولايتي فقيهم، ومن جهة أخرى يتوافق مع فجورهم ضد العراق، لكن ما يبعث على الحيرة هو لماذا تجرأ المهرولون خلف عربة العملية السياسية من الذين فاتتهم فرصة الصعود إليها على قذف حجارتهم في الظلام نحو المجهول. أحدثت تصريحات علي أكبر ولايتي ضجة كبيرة في العراق، كونها انطوت على تدخل صريح وفج في الشؤون الداخلية للبلاد بتحريضه ضد المرشحين الشيوعيين والليبراليين في نفس الوقت إلى الانتخابات البرلمانية. وأمس تناقلت وسائل الإعلام تصريحات لعضو المجلس الأعلى
للثورة الثقافية الإيرانية رحيم بور أزغدي قال فيها إن إيران هي من أعدمت رئيس النظام السابق صدام حسين. عدنان حسين يتساءل في صحيفة المدى كيف يسوغ أصدقاء النظام الإيراني وحلفائه وأتباعه لأنفسهم أن يواصل مسؤولون كبار في هذا النظام توجيه الإهانات لهم والانتقاص من وطنيتهم. بور أزغدي قال إن إيران هي من قتلت رئيس النظام السابق صدام حسين بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ به، مبيناً أن جماعته قامت بشنق صدام حسين وليس الأمريكيين، حيث أن قوات الثورة الإسلامية أعدمت. معنى هذا الكلام أن الذين يتولون السلطة في العراق ليسوا سوى أدوات تحركهم الأيدي الإيرانية كيفما تشاء، وبالطبع فإن في هذا إهانة بالغة لمن يحكمون في العراق وطعنة قاتلة لوطنيتهم. نائب رئيس الجمهورية نور المالكي الذي كان رئيس الوزراء وقت إعدام صدام كان قد قدم معلومات تتطابق مع معلومات المسؤول الإيراني. المالكي قال غير مرة إنه عجل في ترتيب إعدام صدام لأنه كانت هناك مساع أمريكية وقطرية لتهريب صدام وإنقاذه من حكم الإعدام، بيد أن كلام المسؤول الإيراني بور أزغدي يظهر المالكي كما لو كان ينفذ أوامر صادرة عن طهران ولم يكن يتصرف عن إرادة وطنية عراقية. بعد تصريحات المسؤولين الإيرانيين الكبيرين ولاية وبور أزغدي، من المفترض أن يشعر المسؤولون العراقيون من أصدقاء إيران وحلفائها بالحرج الشديد ولا يتصرفوا تصرف الأتباع الذين لا حول لهم ولا قوة. الكاتب يرى أنه من المفترض أن يحتج المسؤولون العراقيون لدى أصدقائهم وحلفائهم في طهران أو أن يبلغوهم بأن تصريحات منفلتة من هذا النوع لا تنفعهم في شيء بل تضرهم أيما ضرر، لأنها تنتقص من وطنيتهم ومن سيادة واستقلال الدولة العراقية التي يديرونها، مشككا في قدرة هؤلاء الساسة على توجيه النقد للتصريحات الإيرانية وإن كانت على نحو غير مباشر. نشر موقع ديلي بيست الأمريكي تقريرا للكاتب ديفيد إكس يقول فيه إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تضغط على الحكومة العراقية لاسترداد الدبابات الأمريكية التي سيطرت عليها الميليشيات المدعومة من إيران، إلا أن الوزارة لم توضح عدد الدبابات التي تم استرجاعها حتى الآن. ويشير التقرير إلى أن الميليشيات وضعت يدها على 9 دبابات متقدمة ومتطورة من نوع برامز في بداية عام 2015، حيث اعترفت الحكومة الأمريكية بذلك، لافتا إلى أن الميليشيات استخدمت دبابات ضد حلفاء الولايات المتحدة الأكراد في شمال العراق. الكاتب ينوه إلى أن هناك فيديو على الإنترنت انتشر في كانون الثاني 2015 أظهر دبابة أموان يرفرف عليها علم كتائب حزب الله، وهي جماعة تعدها الولايات المتحدة إرهابية، لافتا إلى أن شريطا آخر منفصلا ظهر في شباط 2016 وفيه دبابة أموان وعليها علم كتائب سيد الشهداء، وهي كتيبة أخرى من الحشد الشعبي. ويورد الكاتب نقلا عن المتحدث باسم التحالف قوله إن الدبابات التي تم استعادتها تعد جزءاً من 9 دبابات كانت بحوزة تنظيم الدولة، حيث يبدو أن الجيش العراقي زود الحشد الشعبي مباشرة في خرق لشروط لعقد بيع أموان. ويشير الكاتب إلى أن وزارة الدفاع البنتاغون تضغط على العراق لاستعادة دبابات أموان التي في حوزة الحشد الشعبي، حيث تقول إنه يجب على المتلقي لمعدات دفاعية أصلها أمريكي الالتزام بشروط استخدام المعدات كما ورد في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع حكومة الولايات المتحدة. ويبين التقرير أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات مثل تعليق شحنات أسلحة في المستقبل، وربما أوقفت إرسال دبابات أموان لقوات المدفعية العراقية.
يختتم موقع ديلي بيست تقريره بالإشارة إلى أن هناك تقارير تفيد بأن شركة جنرال داينامكس التي تقوم ببناء الدبابة أبرامز وتعمل على تزوير قطع الغيار والفنيين للدبابات هددت بقطع العلاقات مع حكومة بغداد بسبب سيطرة الميليشيات على تلك الدبابات، لافتا إلى أن المتحدث باسم الشركة رفض التعليق على هذه التقارير. منذ 5 سنوات تقريبا تخضع قرى وبلدات الغوطة الشرقية إلى قصف مدفعي وصاروخي منظم وغارات جوية تستخدم فيها البراميل المتفجرة وغاز الكلور. وخلال الأسابيع المنصرمة كثف النظام هجماته واستهدف المشافي ومراكز الدفاع المدني ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قرابة 400,000 مدني محاصر، بينهم 127 طفلا يواجهون خطر الموت. صحيفة القدس العربي تقول في افتتاحيتها إن كل هذا يجري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا للضغط على النظام وحلفائه أو مناصريه. أكثر من هذا، يخرج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على العالم بحل يضيف الإهانة على جراح أهل الغوطة المحاصرين، فيقترح إمكانية تطبيق نموذج عملية حلب في الغوطة الشرقية لإخراج مقاتلي هيئة تحرير الشام منها. وإذ يتناسى لافروف أن أعداد هؤلاء لا تتجاوز 100 مقاتل، فإنه يتغافل عامداً عن حقيقة أن فصيل المعارضة المسلح الأول في الغوطة هو جيش الإسلام الذي يعد مقاتلوه بعشرات الآلاف، وأن موسكو والمجتمع الدولي سبق أن تعاطت مع قيادات هذا الجيش في إطار مفاوضات رسمية رعتها الأمم المتحدة. إنما يتردد عن جولات تفاوض ترعاها موسكو إنما يدور بالتالي حول إجراء العشرات من مقاتلي تحرير الشام، وأن القصف الوحشي الذي يستهدف مئات الآلاف من المدنيين يجري لخدمة هذا الهدف الهزيل. وقبل يومين سقط 100 من أبناء الغوطة الشرقية، فبلغ العدد 700 شهيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، بالإضافة إلى آلاف الجرحى المحرومين من أبسط الدواء والعلاج. وللتذكير، هذه هي المنطقة التي تعرضت للضربة الكيماوية الأخطر منذ انطلاق الثورة السورية، حين قصفها النظام بغاز السارين في صيف 2013 وأودى بحياة أكثر من 1300 شخص بينهم نساء وأطفال. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن تلك الهجمات كانت جريمة حرب تعيد التجديد على عجز المجتمع الدولي، لأنها تذكر بالخط الأحمر الشهير الذي رسمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بصدد استخدام الأسلحة الكيميائية، والذي داس عليه النظام السوري مرارا وتكرارا بعد إذ فقد ما يمكن أن يفعله في تلك المنطقة. فقد تكررت الخطوط ومعها تواصلت جرائم الحرب وبقيت دماء الضحايا ترسم الخط الشاهد على هوية عصري. قالت صحيفة كريستيان ساينز مونيتور الأمريكية أن الأحداث العنيفة التي شهدتها الساحة السورية والتي وقعت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن الصراع الذي طال أمده وصل إلى مرحلة حاسمة من التطور، حيث يرسم اللاعبون الرئيسيون خطوطا حمراء جديدة يسعون لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب بعد هزيمة تنظيم الدولة. وتشير الصحيفة إلى أن مجموعة اللاعبين الذين يضعون معا وسوية قواعد جديدة للعبة في جهود عالية المخاطر قد تؤدي إلى إثارة أوسع حسب ما يصف الكاتب للحرب في البلاد. أول حدث استحوذ على العناوين الرئيسية هو إسقاط طائرة من دون طيار إيرانية غربية سوريا من قبل إسرائيل، وإسقاط مقاتلة إسرائيلية من قبل النظام السوري قريبا من الحدود السورية، وهي أول خسارة من نوعها منذ عقود. أما الحدث الثاني فهو مقتل عشرات المرتزقة الروس الذين هاجموا مستشارين أمريكيين
وحلفائهم من الميليشيات في منطقة دير الزور السورية الغنية بالنفط، في حين أن الحدث الثالث كان أقل خطورة وتمثل بتقدم الجيش التركي إلى مواقع في شمال سوريا، في وقت سمح نظام الأسد بوصول بعض المقاتلين والمدنيين وقادة الميليشيات الكردية إلى عفرين من خلال الأراضي التي يسيطر عليها. ونقلت الصحيفة عن الباحث بكلية لندن للاقتصاد فواز جرجس قوله إن هذه هي المرحلة الأكثر خطورة من الصراع السوري، لأن القوى الإقليمية والعالمية الاستراتيجية الآن تضع نفسها في مرحلة ما بعد داعش. ويضيف جرجس إن هناك منافسة شرسة والجميع على استعداد للتصعيد، ومما يثير المخاوف أكثر ليس فقط الصدام بين القوى الإقليمية، وإنما احتمالية تصعيد الصراع إلى مستوى مختلف نتيجة خطأ كبير من قبل روسيا أو الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن محللين ومراقبين قولهم إن قرار الأمريكيين بإبقاء قوتهم في شمالي وشرقي سوريا ليس بسبب الموارد، وليس لأنهم يحبون الأكراد، ولكن لأنهم قلقون جدا بشأن عدم السماح لروسيا وإيران بالقول الفصل بنهاية المطاف. نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا بعنوان كوريا الشمالية تصاعد قدراتها الإلكترونية عبر مجموعة قرصنة، وتقول الصحيفة في تقريرها إن كوريا الشمالية بدأت قبل فترة بدعم قدراتها الإلكترونية بغرض شن هجمات على القدرات الجوية والصاروخية لدول أخرى عبر تأسيس مجموعة قرصنة تسمي نفسها ريبر. الصحيفة أوضحت أن تقريراً استخباراتياً جديداً كشف هذه المعلومات، وأشار إلى أن هذه المجموعة من القراصنة هي نفسها مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم AP-37، وهي المعلومات التي أكدها تقرير أمني لشركة فاير آي المعنية بمواجهة القرصنة الإلكترونية. وأشار التقرير إلى أن المجموعة تستخدم برمجيات تشبه الفيروسات الإلكترونية لاقتحام الأنظمة الأمنية الخاصة بشبكات الرصد الجوي، وأصبحت تشكل خطراً كبيراً ووسعت مجال تأثير كوريا الشمالية، حيث تشير التقديرات إلى أن المجموعة تضم نحو 6000 قرصان ومبرمج. ولفتت الصحيفة إلى تقارير سابقة كانت قد أكدت أن المخابرات الخارجية لكوريا الشمالية تدير مجموعة خاصة بالهجمات الإلكترونية بهدف تزويد نظام بيونغ يانغ بالعملية الصعبة من خلال استهداف المصارف والمؤسسات المالية وتسرق الأموال من حساباتها، وإن أعضاء هذه المجموعة يعملون انطلاقا من الخارج من أجل عدم ترك أي آثار تدل عليهم. ونقلت الصحيفة عن خبراء تكنولوجيا المعلومات قولهم إن هذه الاستراتيجية التي تنتهجها كوريا الشمالية أكثر نجاحاً من تجارة المخدرات وتزوير العملة والتهريب. وتختتم الصحيفة بالإشارة إلى أن التقرير الأخير لشركة فاير آي للأمن الإلكتروني أوضح أن مجموعة القراصنة تشكل إضافة نوعية قوية لقدرات نظام بيونغ يانغ للإلكترونية كما أن المجموعة كما يقول الكاتب ستقوم وتتوسع وتزداد شراسة وتضيف قدرات جديدة لنفسها عبر برمجيات حديثة ويتم تطويرها بشكل مستمر. بعيدا عن السياسة، قالت شركة سوميتومو اليابانية إنها تخطط لبناء أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم، يكتمل بناؤها عام 2041 للاحتفاء بمرور 350 عاماً على تأسيسها. ونقل موقع الخليج أونلاين عن الشركة قولها إن نسبة 10% من تكوين البرج
الذي سيبلغ ارتفاعه 350 مترا ويضم 70 طابقا ستكون من الفولاذ بالإضافة إلى 180 ألف متر مكعب من الخشب الطبيعي، وسيضم المبنى نحو 8000 وحدة سكنية، كما يضم أشجارا ونباتات في شرفات كل طابق. وأضافت الشركة أيضا أن دعامات من الفولاذ المقوى على شكل أنبوب لمواجهة الاهتزازات ستكون في وسط مبنى البرج بالتحديد، بهدف حمايته من الزلازل التي تشهدها طوكيو بشكل متكرر ومستمر. وأشارت الشركة إلى أن التكلفة المتوقعة للبرج ستبلغ أكثر من 5 مليارات دولار، وهي ضعف تكلفة برج تقليدي من الحجم نفسه، لكنها توقعت انخفاض تلك التكلفة قبل اكتمال البناء المقرر في عام 2041 بسبب التقدم التكنولوجي المتوقع. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. حفظكم الله وإلى اللقاء.